السلام عليكم شيخ عثمان. وعليكم السلام، تفضل فوت. أهلين يا ابني. أسماء مو هون؟ أسماء اليوم عيد ميلاد وحدة من رفقاتها، وراحت هي وعلي من شوي ليحتفلوا معها. ايه، كأني شايفك مو على بعضك. فوت ارتاح وأنا رح صب لك كاس شاي. لا تعذب حالك، أنا بصب. إيه مثل ما بدك. إيه جدد لي إلي الشاي كمان. مبين إنك كتير مزعوج. طاهر بنتي نفس منيحة ما هيك؟ نفس منيحة، بنشكر الله. هذاك الموضوع تسكر. مرت أخي لا تزعلي حالك. شو اللي عم تعمله هالبنت المجنونة بحالها؟ يا حرام جميل، مسكين ما بيخلص من قصة بتطلع له قصة غيرها. عن جد بيزعل. هلأ كيف صارت؟ تحسنت يعني؟ ايه، غسلوا لها معدتها، نفدت منها الحمد لله. آخ منك يا مرجاني، ليش عم تعملي هيك؟ اسمعني مزبوط يا ابني، الحب ما له ذنب. يعني لا هي إلى ذنب لأنه حبيت، ولا أنت كمان إلك ذنب. مزبوط شيخ عثمان، بس مدري كيف هيك الإنسان بيضل يلوم حاله، وبصراحة حاسس بمسؤولية كبيرة. ما بعرف ليش بس كتير متضايق. بنتي مرجاني من وقت اللي كبرت وهي منغلقة على حالها عطول، والناس المنغلقين على حالهم بيعملوا دنيا من الأحلام جواتهم، بيكونوا عايشين بهديك الدنيا ومبسوطين فيها، بس لما بيصطدموا بالواقع بيوم تنهد كل حياة الأحلام. بيضلوا بالنص، لا أدرانين يختلطوا بالواقع تبعهم ولا أدرانين يرجعوا لأحلامهم، بس بيتخطوا. ابني طيب، أنا شو لازم أعمل؟ ولا شي. بيجوز الكل بهي الدنيا بيقدروا يساعدوها لمرجاني، بس أنت كتير صعب. هي رح تداوي جرحها بإيدها، اتركها. بعتذر زعجتك عند هالمساء. أستغفر الله يا ابني، الله يسامحك، شو هالحكي؟ بعد إذنك أنا بدي أطلب منك طلب. ولو شيخي تفضل. تعرف الأخت حنيفة؟ ومين بتكون؟ أنا ما بعرف الشيخ عثمان. هاي مرة كبيرة أنا بعرفها من زمان، لما كنت عم جيب دواء من الصيدلية هي كمان كانت هنيك ونسيت الكيس تبعه وقتها، وأنا أخذته وقلت له للصيدلي إنه رح وصل لها إياه عبيتها. أنت بس عطي لواحد من الشباب يوصل لها إياه. أنا بوصله شيخي. الله يقويك، شكرا كتير إلك، ما بتقصر. اللي وين بيتها؟ أول شي بتروح على طريق الصناعة المعشب، بتضلك ماشي عليه، وبعدين على طريق الضياع لقدام شوي بتلاقي بيت بوشك، ست وحدانية عايشة هني. تمام، عرفته خلص. شكرا يا ابني. وجعت لك راسك شيخي. لك شو هالحكي اللي عم تقوله؟ معقول طاهر؟ يلا انتبه على حالك. ايه أكيد. الله يكون معك. بأمان الله.
Uşak çıkar ceketimin tanım kara mı dur? Uşak çıkar ceketimin tanım kara mı dur? Evlendirmeyi seni babam fukara mı dur? Evlendirmeyi seni babam fukara mı dur? Kız kendin beyazsın, foga uyar kara Ali. Kız kendin beyazsın, foga uyar kara Ali. Daha güzel olursun, bağlasan acem şali. رجع اجى مرة تانية هالحيوان. طالعت لك والله لو ورجيك حسابك عندي. مستحيل تتربى يا حيوان. أوصتك من قبل، ليش رجعت لهون؟ ولي؟ ولي؟ شو هاد؟ مين أنت ولك؟ متت يعني؟ اللي متت ولا شو؟ ما شاء الله ما شاء الله، بس ما يكون ميت. وقف. تيتي؟ ايه؟ انت اللي قوصتي شي؟ ايه. قتلتيه معقول؟ ما قتلته، مثل السبع ما شاء الله. إن الرقم المطلوب مغلق أو خارج نطاق. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.